قال نائب وزير النفط الإيراني إن طهران ستحشد كل مواردها لبيع نفطها فيما وصفه بالسوق الرمادي أو السوق الموازي. المسؤول الإيراني زعم أن البيع بهذه الطريقة ليس تهريبا بل تصديا للعقوبات الأمريكية التي وصفها بأنها غير شرعية وغير قانونية. وسبق لإيران الاحتيال على العقوبات ببيع نفطها بأسعار منخفضة لشركات خاصة. بلهجة أقرب للتحدي مرة والتحايل أخرى أو بهما معا، تحاول طهران الهروب من مأزق العقوبات المفروضة عليها والحظر على صادراتها النفطية. نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني قال إن بلده حشد كل طاقته لبيع النفط في السوق الموازية أو فيما وصفه بالسوق الرمادية. المسؤول الإيراني لم يشرح المقصود بالسوق الرمادي ولا الكميات التي سوف تبيعها طهران من النفط يومياً. زماني قال إن بيع النفط بهذه الطريقة ليس تهريباً بل وسيلة للتصدي للعقوبات الأمريكية التي وصفها بغير العادلة وغير الشرعية. حديث نائب وزير النفط عن بيع النفط بهذه الطريقة يحمل في طياته دلالات على عمق الأزمة التي يعيشها النظام في طهران. زماني قال إن إيران بحاجة إلى إجراء مشاورات جدية حول إدارة أمورها المالية والاقتصادية. نائب وزير النفط تحايل حتى على الكلمات بوصف السوق بالرمادي بدلاً من الأسود، وسواء كان السوق رمادياً أو أسوداً يبقى السلوك الإيراني خارجاً عن قواعد التعاملات الدولية، فقد سلكت إيران نفس النهج خلال سنوات فرض العقوبات عليها في الماضي. كانت إيران تبيع النفط بأسعار أقل بكثير من سعر السوق لصالح شركات خاصة، وتتولى هذه الشركات تصريف هذه الكميات من النفط في السوق العالمي بطريقتها. تصريحات زماني سبقتها بأيام تهديدات لوزير النفط الإيراني بالرد إذا هدد أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مصالحها. ودون حاجة للتهديد، فإن قيام طهران ببيع النفط خارج السوق الشرعي من شأنه أن يضر بنظم توزيع حصص الإنتاج وقواعد العرض والطلب التي تحدد أسس تسعير النفط عالمياً. التهديدات الإيرانية تأتي مع انتهاء مهلة الإعفاء التي منحتها واشنطن لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، ويعني انتهاء المهلة توقف صادرات إيران النفطية تماماً. معي من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية السيد نورمان رول. أهلا بك سيد نورمان معنا على برنامج المساء. سيد نورمان، بادئ ذي بدء، يعني الحديث اليوم عن السوق الموازية كما أطلقت عليها إيران، هل الولايات المتحدة الأمريكية على علم بهذه السوق الموازية؟ وأين هي السوق الموازية التي ستبيع إيران النفط بها تحايلا على العقوبات الأمريكية؟ مساء الخير، ودعوني أبدأ بأن أتمنى لكم رمضان مباركا لكم ولمشاهديكم. وفيما يخص إيران فإن معظم ما تقوله إيران هو فقط بروباغندا أو دعاية. السوق الرمادية التي تتحدث عنها هي السوق السوداء التي ستحاول بيع النفط فيها من دون تسجيلات إلى شركات في الخارج، وهذا ربما سيكون بشكل نقل الشحنات من سفينة إلى سفينة إلى دول أو إلى شركات يمكن أن تشتري تلك ذلك النفط. طبعا هذا محتمل وهذا حدث في الماضي، ولكنه ليس كافيا لأن يحافظ على قوة الاقتصاد الإيراني. وطبعا وزير الخارجية ظريف قال إن إيران لديها مثل الدكتوراه في الالتفاف حول العقوبات، وأنا أدعو لأن يكون هناك مراقبة أكثر. وطبعا أتوقع أيضا يتقلص الاقتصاد الإيراني ب6%. وطبعا دكتوراه السيد ظريف ليست فعالة، وطبعا هذه فقط للدعاية لمواجهة أو لخطاب الشعب. يعني بعيدا سيد نورمال عن مسات يعني الدعاية، سواء كانت هذا الحديث دعاية أو لا، لكن إذا ما تحقق وهو من ذي قبل استخدم من قبل الإيرانيين وحقق نجاحا، إذا ما تحقق إلى أي مدى هذا يعتبر مخيب لأمال الولايات المتحدة والرئيس ترامب؟ لأنه لن
يعني يدفع الإيرانيين للجلوس على طاولة المفاوضات النووية مرة أخرى. هل هناك تقييم لما قد يحدث؟ قبل كل شيء، العقوبات هي بكل تأكيد طويلة المدى أو آلية طويلة المدى، هي بنفسها لا طبعا لا تدعو لتغيير سلوك إيران، ولكنها تسرع ربما وتقوي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إيران بطريقة غير مسبوقة، وهذا ما يجعل هذه العقوبات فعالة جدا. ولكن هذا يصعب على إيران بأن تنجح في الالتفاف. إنها ستحاول بيع النفط بكل تأكيد، ربما باستعمال حاويات للنفط، وربما سيطفئون أيضا آليات التي تسمح بالتدقيق ومعرفة مكان مثل السفن في البحار، وطبعا هذا خطير جدا. وربما سيستطيعون بيع ربما شحنة أو شحنتين من النفط في السنة، ولكن المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة ستراقب هذه الشاحنات أو الشحنات من كثب، وستعاقب الشركات والدول عقوبات قاسية. وحتى هذه الشحنات لا يمكن أن تعطي إيران المال الذي تحتاجه لتعزيز اقتصادها. إذن حتى النجاح بالنسبة لإيران لن يكون له أي تداعيات يمكن أن تواجه ما يقترحه ترامب من عقوبات. لكن سيد نورمان، تحدثت عن المجتمع الدولي، هذه العقوبات هي أحادية فقط من الولايات المتحدة، جميع دول مجلس الأمن تختلف معها، هي لديها علاقات طبيعية مع إيران. أيضا بالنظر إلى علاقات جيران إيران، يعني العراق، أفغانستان، باكستان، تركيا، لا يوجد أي يعني عقوبات، أو ربما يكون هناك تسهيلات. ألا ترى هذه أكبر مشكلة يمكن أن تتعرض العقوبات الأمريكية؟ بكل تأكيد نعم، هذا صحيح بأن بعض الدول ومن بينها حتى حلفاؤنا الأوروبيون عارضوا هذه العقوبات، والعديد من الدول من ضمنها تركيا أيضا وروسيا والصين قالت إنها لن تمتثل لهذه العقوبات. ولكن الواقع هو وهو ينظر إليه في العديد من مشتري النفط الإيراني قلصوا النفط الذي يشترونه منه، والصين أيضا، والسعوديون والإماراتيون خاصة قالوا إنهم مستعدون لأن يعوضوا النفط إيران الغائب في السوق. وأيضا الشركات التي تشتري كما قلت النفط من إيران لا تستطيع التحرك، لأنها تعرف بأنها ستواجه عقوبات قاسية من الولايات المتحدة. ليس هناك أي شركة يمكن أن تخاطر هذه المخاطرة، لأن النفط طبعا يباع بالدولار، والشركات لا يمكن مثلا أن تتعامل بالدولار ولا تستطيع بيع ذلك النفط. هذا طبعا مقلق جدا بالنسبة للشركات، وحتى إذا كانت هناك كميات صغيرة من النفط، ولكن في النهاية كما قلت علي أن أقول بأن إيران حاولت أن تفعل هذا في الماضي أثناء إدارة أوباما بالالتفاف حول العقوبات، ولكنها لم تكن ناجحة. كانت هناك شركات كثيرة وسفن كثيرة ومصافي كثيرة، ولكن تمت مراقبتهم من قبل الولايات المتحدة ولم ينجحوا. طيب سيد نورمان، يعني ما المؤشرات التي يأخذها الآن البيت الأبيض بالنسبة لنجاح هذه العقوبات؟ هل مؤشر جلوس إيران في طاولة المفاوضات مرة أخرى على الاتفاق النووي هو المؤشر الرئيسي؟ ما المؤشرات الأخرى التي يستطيع البيت الأبيض أن يقول هذه العقوبات قد نجحت ولو كانت فردية من الولايات المتحدة الأمريكية؟ عودة إيران إلى طاولة المفاوضات للتفاوض بشأن مثلا تدخلاتها في المنطقة وبرنامجها الصاروخي وأيضا البرنامج النووي الإيراني بكل تأكيد هو الهدف الأكبر. هناك مؤشرات تظهر حتى الآن بالنسبة لنجاح العقوبات، مثلا تقليص التمويل الذي يقدم إلى حزب الله اللبناني وإلى كتائب حزب الله والحوثيين، هذا كله يجعل المنطقة
أكثر أمناً ويقوض قدرة تلك الميليشيات على مهاجمة المدنيين ومن بينهم الآلاف من الأمريكيين في المنطقة. ولقد رأينا قيادي كل هذه المجموعات التابعة لإيران يشتكون على الملأ أو سراً بأن لديهم مشكلات في التمويل، وهذا سيستمر، وإيران بكل تأكيد ستقل الأموال التي تحصل عليها وتقدمها إلى ميليشياتها مثل حزب الله، وحزب الله لا يمكن أن يقوم بالعدوان من دون المساعدات من المئات الملايين الدولارات من إيران. إذن المؤشرات الأولى التي تنظر أو تتوقعها الإدارة هو هذه الميليشيات وضعفها، وربما المؤشر الثاني هو الغضب الشعبي داخل إيران ضد طبعا نشاطاتها الخارجية وضد سلوكها في المنطقة. وأيضا الآن سيطرح زعماء إيران السؤال على أنفسهم، هل الثورة مثلا، هل هذه الثورة الشعبية، أو هل مثلا الإطلاق الصواريخ من الحوثيين على السعودية، هل هذا كله سيكلفنا كل هذا ولماذا؟ طيب سيد نورمان، بالنسبة لهذه كل هذه الحزم، هي حزم مختلفة لكنها إلى الآن يبدو أن هناك يعني عمل مضاد دائما من إيران، وهذا تعودنا عليه في العقوبات الأولى التي لم تكن أحادية، كانت من كل الدول. باعتقادك هل ممكن أن نصل إلى حزم أعمق، يعني مثلا مسألة المواد الاستهلاكية التي تصدر من إيران، وهي يعني التعامل مع دول كثيرة في هذا النطاق، هل ممكن أن نرى حزم في المستقبل هذا؟ أعتقد بأنه في المدى القصير أو في المرحلة المقبلة من العقوبات سيكون هناك تركيز على التحويلات المالية المتعلقة بالدولار، وهذا يرتبط بالعديد من الآليات، كيف يمكن مثلا لبعض البضائع التي يشترونها من الخارج وقدرتهم بمثلا التصرف في الموانئ، والتي مثلا دخول الموانئ أو السفن الإيرانية إلى الموانئ في الخارج، وأيضا جمع الأموال مثلا من الجمعيات الخيرية والمدارس الدينية والتي لديها تاريخ في جزء معين مثلا المرتبطة بفيلق القدس. أعتقد بأن هذا ربما احتمال كبير، كما أعتقد بأنه ينبغي أن ننظر في أي مؤسسة في المنطقة تتعامل مع الإيرانيين. أعتقد بأن هذا أيضا محتمل وسيحسون بالضغط. أنا لا أرى طبعا مثلا عقوبات على البضائع كما فعلت الإدارة السابقة، فمثلا هم يعرفون بأن هذه العقوبات ستضر الشعب الإيراني، المواد الغذائية والمواد الطبية طبعا كل هذا يؤثر على الشعب، وطبعا زعماء إيران سيقولون بأن هذه العقوبات لن تضرنا، ولكن أعتقد أن البضائع ستمس. أشكرك، كان معي من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية سيد نورمان رول، شكرا جزيلا لك.